بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبتي المرحلة الثالثة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب كلية التقنية الهندسية الجامعة الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل ياكم من سلسلة محاضرات الـ DSP. أخذنا بالمحاضرة السابقة الـ DFT، وأخذنا أنواع أو الطرق اللي نستخرج بها الـ DFT، من عندها القانون والجرافيك والآخر شيء الماتكس. وتعلمنا شلون نستخرج الفيز والماغنيتيود للـ DFT. اليوم راح ناخذ مثال شامل بالـ DFT. هذا المثال شو يقول لي؟ find 4. DFT of the following sequence، معطيني هذا السيكونس. هذا السيكونس مثل ما تعرفوا مو سيكونس جهاز، يعني مو ارقام، معطيني معادلة. حتى هاي المعادلة نحولها الى ارقام لازم نعرف بمن بادية وبمن بنتهي، حتى نعوض بها مثل ما اخذناها بالconvolution. نلاحظ هنا الان قيمتها صفر، وهنا الان قيمتها 4، معناته بادي بالصفر ومنتهي بالاربعة. نعوض بنفس المعادلة، مرة صفر، مرة واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة، مرة اربعة. نجي عندما n يساوي صفر، تبع عليه، عندما n يساوي صفر، شكو n بالسؤال هنا نشيلها نخلي مكانها صفر، 2 في صفر واضح، زائد 3، u of الصفر ناقص u of الصفر ناقص 4، صفر ناقص 4 حصير ناقص 4. مثل ما أخذنا سابقا ان u للسالب صفر، u للموجب شنو قيمته؟ 1، لذلك u هنا صفر ناقص 4 حصير سالب 4، يو لسالب 4 صفر، لذلك يو لسالب 4 قيمته شقد؟ صفر. يو للصفر 1، 2 في صفر زائد 3 حصير 3، لذلك 3 في 1 قيمته شقد حصير؟ 3. نجي عندما n يساوي 1، نفس الشيء نعوض بنفس المعادلة الرئيسية، شكو n بالسؤال نشيله نخلي مكانه 1، 2 في 1 زائد 3، 2 في 1 2 زائد 3 حصير شقد؟ 5. واضح؟ تجي يو اوف هنا الان نعوض مكانه 1، شو يصير؟ يو اوف الواحد شقد قيمتها؟ 1، هاي 1. تجي ناقص يو اوف الواحد ناقص 4 حصير ناقص 3، يو لسالب 3 شو يصير؟ 0. 5 في 1 5. عندما ان يساوي 2 ايضا نعوض بالسؤال، شكو ان خلي مكانه 2، واضح؟ 2 في 2 4 زائد 3 شو يصير؟ 7، هاي 7. يو اوف الاثنين 1، هاي الواحد، ناقص يو اوف الاثنين ناقص 4 حصير ناقص 2، واضح؟ يو للناقص 2 صفر، لذلك حصير 7 في 1 يساوي شقد؟ 7. عندما ان يساوي 3 نعوض بالمعادله الرئيسيه، 3 2 في 3 6 زائد 3 9، هاي ال 9، واضح؟ 2 في 3 زائد 3 هاي 9. يو اوف الثلاثة، هاي يو اوف الثلاثة قيمتها شقد؟ 1. 3 ناقص 4 ناقص 1، يو لناقص 1 ايضا صفر، 9 في 1 يساوي 9. اخر شيء عندما ان يساوي 4، لان هي بادية بالصفر منتهية بالاربعة، واضح؟ نعوض 2 في 4 8 زائد 3 11، واضح؟ في يو اوف الاربعة 1، يو اوف الاربعة ناقص 4 صفر، يو لصفر صفر، عفوا يو او للصفر 1، لذلك 1 ناقص 1 صفر، صفر باي كميه راح يطلع صفر، يعني اخر قيمه طلعت عندنا شقد؟ صفر. شو يقول لي بالسؤال؟ بما انه بالسؤال قايل لي انه 4 بوينت، واضح؟ بالسؤال ايش قايل لي؟ قايل لي 4 بوينت، انتبه على هاي، معناته اخذ فقط 4 نقاط، واضح؟ معناته شنو؟ اخذ 4 نقاط فقط، يعني اخذ من الصفر للثلاثه، صفر 1 2 3. بالصفر جت قيمتها 3 ناخذها، بالواحد قيمتها 5، بالاثنين قيمتها 7، بالثلاثة يعني آخر قيمة الخامسة أهملها، ليش أطالب من عندي 4 بوينت؟ لذلك طلع عندي 3 5 7 9. كاتب لك هنا الملاحظة، بما أن في السؤال طلب 4 بوينت ناخذ 4 نقاط فقط. هذا اللي راح نشتغل عليه DFT. من طلعت صارت عندي أرقام هنا، وصارت عندي أرقام أقدر هسه أشتغل على DFT. مثل ما شرحت لكم المحاضرة السابقة، بالنسبة لي انه طريقة الجراف طريقة كل سهلة، ما بيها شيء. اجي اول شغلة ارسم الدائرة، واحد، واضح؟ هاي الدائرة اللي هي واحد ناقص واحد، جي سالب جي، لان عندي 4 بوينت، بما انه 4 بوينت راح لان ال 4 بوينت، اكتب القانون مال الدي اف تي اللي هو اكس اوف الكي، ان من الصفر للان ناقص واحد، الان كابتر هنا ايش قد؟ 4، لان 4 بوينت،
واضح كاتنا قال لك اياها ملاحظه لانه يساوي 4 ليش 4 بوينت اكس اوف الكي الان اي اس ناقص 2 باي ان سمول عند ان كابيتال جي كي عوض 0 للان ناقص 1 4 ناقص 1 حيصير عندي 3 اكس اوف الكي اكس اوف الان اي اس ناقص 2 باي ان سمول على 4 جي كي نا ما يحتاج نكمل السؤال بالقانون واضح بس عرفنا انه منتهي باديه بالصفر منتهيه بالثلاثه الحين نعوض ايش قد 4 قيم واضح نعوض الكي من الصفر للثلاثه من الصفر للثلاثة تجي عندما k يساوي صفر تبع علي عندما k يساوي صفر ذني حاصل جمعهن 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 بالصفر حاصل جمعهن راح يطلع لنا الناتج قد 24 عندما k يساوي 1 كلش بسيطة شنو معناته؟ معناته الأول قيمة بالسيكونس أول قيمة بالدائرة يعني 3 في 1 واضح هاي 3 في 1 زاد ثاني قيمه بالسيكونس في ثاني قيمه بالدائره باتجاه عقارب الساعه حاط لك هذا السهم يعني 3 في ناقص 1 عفوا 5 في ناقص 1 زاد ثالث قيمه في ثالث قيمه بالدائره يعني شو يصير 7 في ناقص 1 زاد 9 في اخر قيمه بالدائره هي شنو جاي هذول نجمع ريال على كتر وشنو والايماجينري على كتر شو يصير هنا أنا؟ 3 في 1 3 هذا ريال وبعد عندنا هذا ريال 7 في سالب 1 يعني ناقص 7 ناقص 7 زائد 3 ايش راح يصير عندي؟ ناقص 4 نيجي للايماجينري 5 في سالب جي راح يصير سالب 5 جي 9 في جي 9 جي سالب 5 جي زائد 9 جي ايش يصير عندي؟ زائد 4 جي عندما كي يساوي 2 عندما كي يساوي 2 ايش يسوي؟ ايضا اول قيمه نضربها باول قيمه في الدائره بعد نعبر واحد ليش؟ لان الكي يساوي 2 كي يساوي 2 معناته نعبر واحد واضح بس مو قبل نعبر واحد اول قيمه باول قيمه ثابته بكل الحالات يعني 3 في 1 زائد 5 مو ضربنا في 1 نعبر السالب جاي يروح لي وين؟ سالب 1 زائد 7 وصلنا سالب 1 نعبر الموجب جاي يروح لي وين؟ للواحد يعني يصير 7 في 1 زائد 9 في سالب واحد ايضا نعبر واحد اعيد عندما كي يساوي 2 نعبر واحد شلون نعبر واحد الاول في الاول اول قيمه بالسيكونس في اول قيمه بالدائره ثابته واضح يعني 3 في 1 هاي 3 في 1 زائد ثاني قيمه بالسيكونس واضح ما نضرب في ثاني قيمه بالدائره نعبر واحد يعني نعبر سالب جاي نضرب وين في سالب واحد هاي 5 في سالب واحد زائد وصلنا ل 7 واضح نضربها بمن؟ ما نضربها بالجي نعبر واحد نضربها بالواحد حنصير 7 في 1 زائد وصلنا للواحد نضرب التسعة نعبر سالب جي نضرب بمن بالسالب 1 راح يطلع عندنا سالب 4 واضح عندما كي يساوي 3 هنا راح نعبر 2 واضح عندما كي يساوي 3 نعبر 2 بس مو قبل نعبر 2 ايضا اول قيمة في اول قيمة ثابتة يعني 3 في 1 زائد هاي 3 في 1 زائد 5 بمن نضربها الخمسة؟ مو اول شيء ضربنا بالواحد نعبر سالب جي ونعبر سالب واحد نضرب به من في جي يعني يصير 5 في جي نعبر ذني 2 اللي هو هذا وهذا يصير شنو؟ 5 في جي اوي 5 في جي وصلنا للجي واضح؟ هنا وصلنا ثالث قيمه 7 ايضا مو وصلنا للجي نضرب به من 7 نضربها نعبر الواحد ونعبر السالب جي نضرب به من؟ بالسالب واحد يعني يصير 7 في سالب واحد واضح؟ اخر قيمه 9 بما نضربها وصلنا سالب 1 نعبر الجي ونعبر الواحد نضرب بمن بسالب جي نجمع الايماجينري على كتر وريال على كتر 3 في 1 3 ناقص 7 راح يصير عندي ناقص 4 وهنا ناقص 9 جي زائد 5 جي راح يصير عندي ناقص 4 جي طلع عندي الدي اف تي هذا هو الدي اف تي واضح انت ترتبه هيك القيم اللي طلعت نرتبها قيم من يطلب بالسؤال ودائما طبعا يطلب من يريد الفيز والماجنتيود كلش بسيط مثل ما عرفنا انه شلون نستخرج الفيز الماجنتيود بالنسبه للماجنتيود اللي هو هذا ان الخطين رمز مالته واضح ذن القيم اللي طلع عندنا شو نسوي لنا نسطرهن عموديا ذني ال 24 والناقص 4 زائد 4 جي والناقص 4 وناقص 4 ناقص 4 جي ذني هيك نسطرهن عموديا واضح كانه ما بمصفوفه ويساوي الماجنتيود شلون نستخرجها قانونها بسيط تحت الجذر مربع على الريال
زائد مربع الإيماجينري. هنا ما عندي إيماجينري بس غير، يعني الجذر ال 24 ايش قد يساوي لنا؟ الجذر ال 24 تربيع، الجذر يطيح ويا التربيع فعندي بس 24. واضح؟ نجي ثاني قيمة، أيضا ناخذ لها الفيز والماجنتيود، عفوا ناخذ لها الماجنتيود، مربع الريال تربيع، مربع سالب 4. سالب يطير بالتربيع 16، زائد 16 32. واضح؟ 32 جذرها حيطلع 5 بوينت سمثينج. ايضا الناقص 4 هنا ما عندنا ايماجينري تحت الجذر، ناقص 4 تربيع، تربيع يطير يوخر السالب، عندي هنا يصير عندي شنو؟ فقط 4. وايضا هاي كذلك هذا طلع عندي الماجنتيود، واضح؟ هذا الماجنتيود كلش بسيط الماجنتيود. اذا الفيز شلون؟ نفس الطريقه اجي اسطرهن عموديا، واضح؟ هاي طبعا الرمز مال الفيز، واضح؟ هيك يكون مثل الزاويه بيها، سطرين هيجي عموديين. الفيز شنو قانون الفيز؟ تاني انفيرس الايماجينري على الريال. هنا انا ما عندي ايماجينري، صفر صفر على 24 تاني انفيرس يطلع لي شنو؟ صفر. نجي هنا تاني انفيرس الايماجينري على الريال، ايش قد الايماجينري هنا؟ 4 على الريال سالب 4، 4 على سالب 4 راح يطلع سالب 1. تاني انفيرس للسالب 1 ناقص 24، واضح؟ نجي هنا ناقص 4 ايضا، تاني انفيرس صفر على ناقص 4 يعني تاني انفيرس يطلع لي صفر. ايضا هنا تان انفيرس ناقص 4 على ايش قد؟ على ناقص 4، يعني يطلع ناقص 4 ناقص 4 1، تان انفيرس للواحد 45. لهنا انتهى السؤال. واضح؟ شفتوا السؤال جدا بسيط. المحاضره الاخيره بالفصل الاول اللي هو شنو؟ شلون نطلع الدي اف تي انفيرس، يعني شلون نطلع الانفيرس مال الدي اف تي. القانون طبعا نفسه، شنو التعديلات على القانون راح يصير؟ اول شيء هنا بدايه القانون راح يصير 1 على n، يعني 1 على number of point. واضح؟ x of the n لان الانفيرس مو x of the k. الk هنا من الصفر الى n ناقص 1. نفسه هنا القانون بالضبط، بس مكان الناقص زي راح يصير موجب زي. واضح؟ تبع علي هاي الموجب راح يصير مكان الناقص. ايضا نحله بالجرافيك. شوف هذا عندي determine IDFT، يعني IDFT معناته شنو؟ اريد الانفيرس. واضح؟ اريد شنو؟ اريد الانفيرس. نفس الخطوات فقط القانون يختلف. واضح؟ اجي شي يريد هنا اوف ذا فولوينج سيكونس، معطيني سيكونس اكس اوف الكي، يعطيك اياها بدلاله الكي مو بدلاله الان. معناته ليش؟ هو يريد الان، هو يريد الاكس اوف الان. كوساين كي باي على 2، ومعطيك الكي مين اللي وين؟ اكبر او يساوي صفر، واكبر او يساوي شنو؟ 3. واضح؟ اكبر او يساوي صفر او اصغر او يساوي 3، يعني من الصفر للثلاثة. وين تعوض؟ تعوضها بهاي الكي، يعني الكي من الصفر إلى شنو؟ 3. تعوض الكي مرة صفر، مرة واحد، مرة اثنين، مرة ثلاثة. كم بوينت ذني؟ 4، 4 بوينت. واضح؟ نفس هاي المعادلة، نفس هاي المعادلة نعوض بهن شنو؟ ذني الأربع نقاط. عندما كي يساوي صفر، كوساين الصفر ايش قد؟ 1. عندما كي يساوي 1، شيل الكي خليه 1، كوساين باي على 2 يعني 90 ايش قد؟ 0. واضح؟ عندما k يساوي 2 كوساين الباي ناقص 1، وهكذا عندما 3 كوساين 270 ايش قد؟ 0. ايش طلع عندي؟ موجب 1 0، سالب 1 0. ذني هذا اللي هسه اشتغل عليه. واضح؟ هذا اللي يريد الانفيرس مالته، يعني يريد الاكس اوف الان. طبق القانون 1 على n، هذا القانون الفوق. واضح؟ 1 على n k من الصفر ل n ناقص 1 اكس اوف الكي اي اس جي 2 باي ان كابتر على ان كي 1 على 4. الان هنا ايش قد؟ هنا كم واحد عندنا؟ 1 2 3 4. واضح؟ 4 بوينت. بما انه 4 بوينت 4 ناقص 1 3. واضح؟ وتكمل حلها بيمين بالجرافيك، اكيد نحلها بالجرافيك، اسهل شيء الجرافيك. ايضا 1 سالب 1 جي سالب جي. بس هنا بدل ما نمشي باتجاه عقارب الساعه راح نمشي عكس عقارب الساعه. ليش؟ لان هنا انفيرس. نعوض عندما n يساوي صفر، وعندما n يساوي واحد، وعندما n يساوي اثنين وثلاثة لين 4 بوينت. عندما n يساوي صفر، واضح؟ x of الصفر شو يساوي لنا؟ 1 على 4، فقط هنا 1 على 4. افتح قوس حاصل جمعهن ذني 1 زائد صفر سالب 1 زائد صفر. واضح؟ حاصل جمعهن ايش قد؟ صفر. عندما n يساوي واحد نضرب الأول، أول قيمة بالسيكونس بأول قيمة بالدائرة اللي هو شنو؟ واحد، يعني واحد في واحد زاد
صفر في موجب جي، انتبه عليه هنا أنا مو عكس عقارب الساعة، باتجاه نمشي عكس عقارب الساعة، واضح؟ لين انفيرس، الأول في الأول، واحد في واحد زائد صفر في زائد جي صفر، زائد ثالث قيمة في ثالث قيمة بمن بالسيكونس، يعني سالب واحد في سالب واحد حيطلع عندنا شنو واحد، زائد صفر في سالب جي حيطلع عندنا واحد على اثنين. ليش واحد على اثنين؟ لأن أنا حاصل جميع حيطلعني شقيت، طبعا واحد واحد اثنين، اثنين على أربعة حيطلع نص. نجي عندما أن يساوي اثنين نعبر واحد، شلون نعبر واحد؟ أيضا ننزل الواحد على أربعة ثابتة لأن هنا انفيرس، واحد على أربعة ثابتة، هاي عندما أن يساوي علي عندما أن يساوي هنا أنا شقيت اثنين، عندما أن يساوي اثنين نعبر واحد، أيضا نزل واحد على أربعة بالإنفيرس ثابتة، افتح قوس، الأول في الأول ثابت، شنو هو الأول؟ هذا الأول، الأول بهذا الأول ثابت، زاد ثاني قيمة، واضح؟ ثاني قيمة وين ثاني قيمة؟ هاي الصفر، نعبر واحد لأن هنا الأن يساوي اثنين، بما نضرب في سالب واحد، الدور سالب واحد، نعبر السالب جاي نوصل يوين للواحد. واضح؟ يعني سالب واحد في واحد حصير هذي، هذا سالب واحد في واحد، آخر شيء صفر في سالب واحد. عندما أن يساوي ثلاثة نعبر اثنين، هذا عندما أن، عندما أن يساوي ثلاثة شقد نعبر اثنين، واحد على أربعة ثابتة تنزل. أيضا نفس الشيء مثل ما علمتكم، الأول في الأول ثابت، هذا الأول، هذا الأول ثابت، زاد يعني واحد في واحد زاد، ثاني قيمة بالسيكونس اللي هي صفر، نعبر اثنين، يعني نعبر الجي ونعبر السالب واحد، نوصل لي وين؟ في سالب جي، يعني صفر في سالب جي، هاي صفر في سالب جي، واضح؟ وصلنا لسالب واحد، سالب واحد بمن نضربها؟ وصلنا سالب جي، نعبر الواحد ونعبر الجي، نوصل لي وين؟ في سالب واحد، يعني صفر سالب واحد في سالب واحد، هاي سالب واحد في سالب واحد، واضح؟ آخر شيء صفر. وصلنا سالب واحد عبر السالب جي وعبر الواحد، وصلنا من موجب جي، يعني صفر في موجب جي، الناتج حيطلع عندي شقد؟ نصف. تجي تسطرهم صفر نص صفر نص، هنا خلص السؤال، عندنا عندكم هذا هوم ورك، واضح؟ لهنا تنتهي محاضرات الكورس الاول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارجو متابعه المحاضرات طبعا على قناتي باليوتيوب، منزل لكم طبعا انا رابط لبرنامج الموديل، وموجود الايميل مالتي والفيسبوك، وارجو التواصل على قنوات التليجرام والفيسبوك واليوتيوب، اي سؤال عندكم انا حاضر، تحياتي لكم.